استمع صديقي لحلقة جديدة من هذا البرنامج يوم الأحد القادم. إن هذا البرنامج يرحب بآرائك وتعليقاتك، فاكتب إلينا صديقي على العنوان التالي: رسالة من نور، ويمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني إيميل أروباس أخبار مفرحة وكم إيميل أروباس AKSARMUSRIASA.COM. كما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.akhbarmufriha.com. أما الآن فأنتم على موعد مع برنامج الأخبار السهرة، فأمتع الأوقات. أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد لبرنامج الأخبار السارة الذي يقدمه لكم القس سمير فهمي. أملينا أن تقضوا معنا وقتا مباركا وممتعا. ولمراسلتنا نذكر عنواننا في نهاية الفترة، ابقوا معنا. إن الأخبار السارة برنامج مسجل للإخوة العرب حول العالم، وبالأخص العالم العربي، نبع الحضارة والتاريخ. برنامج